يعني بدي اقول لكم مساءكم خير ومحبه وكله هنا وسعاده بحلقه جديده من حلقات يوم الخميس. تعودنا عليها هلا نستقبل صبايا عندهم مطابخ انتاجيه وعندهم تفاصيل ومحبه للاكل. اليوم ضيفتي رح تعمل لكم وصفات خرافيه، ولكن قبل ما نروح لوصفاتنا بدي اياكم تفوتوا على صفحاتنا كالعاده تعملوا لنا شير وكومنت ولايك واللي انتم بتحبوه، تحكوا لنا ايش ما انتم حابين او تسالونا ايش ما انتم حابين على صفحاتنا على عمان تي في اوفيشال وعمان تي في كيتشن، وكمان على صفحتي صفحه شيف امتياز الجيتاوي. اليوم ضيفتي ما شاء الله يعني السفره بلشت عامره وجنبي ألذ وهيك واجمل صحن مبلش. منار ابو جبار اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك يا حبيبتي. طلعنا جيران. طلعنا انا وياكي جيران. اهلا وسهلا تشرفت فيكي. عم بقول لابنها ايش اسم ابنك؟ مهند. مهند اه عشان اسم الحلو يا مهند. هي نوجه له تحيه لمهند بدرس صف ثامن هو. فبقول له وين تدرس؟ بقول لي انا بالمدير الرياضي. ها طلعنا جيران. الحمد لله. كيف حالك اول شيء؟ شو اخبارك؟ ايش رح تعملينا اليوم؟ اليوم رح نعمل القرع المحشي رز اوزي. تمام. رح نعمل تشيز كيك ورح نعمل دجاج بالطريقه التركيه. والله شوفوا لي هاي التشيز كيك، هاي بجوز اول مره اشوف تشيز كيك البسبوسه، تصدقي؟ يس هاي ابتكار مني. اه لانه اي شفتوا طلعوا ما احلاها. بس كيف زبطت معاكي مخبوزه العاد؟ التشيز كيك مخبوزه حشيتها وخبزيتها مع بعض، حاب نشوف فكرتها كيف، بس بنقص لكم منها قطعه هيك بدل بعد ما تبلش لنا. وايش رح نعمل؟ هاي القرعه المحشيه بقولها واحنا هلا عم نظبط فيها، ما شاء الله القرعه دايبه قد ما هي مستويه. عشان تزينيها عندك مطبخ انتاجي منار؟ اكيد في البيت عندي عم بشتغل اوردرات وتواصل. يلا حلو. طيب بس انا ليش هيك فجاه مسكت التليفون لقيت، لانه اليوم بدي احكي لعائلتي ان شاء الله بتوصلوا بالسلامه، كلياتهم مسافرين على صفي وحيده كالعاده. طيب منار عندك مطبخ انتاجي، ايش بتعملي اكلات؟ اعطينا كل شيء حلو مالح، حتى عم بعمل جاتوهات اللي هو اعياد الميلاد. حلو. المناسبات. حلو. المقبلات، السلطات، الحلويات، كل شيء ممكن تتخيلي وما تتخيلي بتعملي. طيب منار قبل ما نبلش الحلقه شوفوا انا طلعوا التطريز اللي لابسته من العقد. هاد شغل مين؟ هاد من اختي. ما احلاه. هي بتعمله؟ اختي بغزه. صح والله قالت لي مرو انه انت عائلتك كلها بغزه. اول شيء وانت متزوجه هون؟ تحيه كثير، انا عايشه مع اولادي هون. بوجههم كثير تحيه كبيره لهم، انا عشانكم اجيت. انا بفتخر اني فلسطينيه وبفتخر انه غزه عم بتصير فيها هيك عشان يشوفوكي. الله يكون معكم، ما الا غير انه ندعي لكم، قلبنا معكم، روحي معكم. طبعا الحرب ما كانت هينه ابدا. أهلي هناك طبعاً، كل أهلي، وأنا بعتبر غزة كلياتها أهلي. أهلنا ما كلنا. في حكي. أهلك أهلنا وأهل غزة أهلنا كلنا. إحنا كلنا متأثرين على إيش بيصير بأهلنا بقطاع غزة، أكيد كلياتنا قلبنا بوجعنا صبح ومساء. بس هلأ صار قلبي يوجعني زيادة لما تعرف في حدا يكون قريب لإلك بغزة بيصير قلبك يوجعك بزيادة. عائلتك كلها، والدك والدتك إخوانك كلهم بغزة، اولادي عمامي عماتي خالاتي. طب مع الظروف الحاليه يعني عم نمرق فيها هلا مع اهلنا بقطاع غزه، امورهم منيحه؟ عم تقدري تطمني عليهم؟ عم تقدري تحكي معهم؟ يعني اهلي عم بتواصل معهم كنت 3 ايام لما يلقط الخط. نت لهم 3 شهور ما بيعرفوا عنه اي شيء. طب وين هم موجودين هلا بغزه؟ الحمد لله بيتهم راح. الله بيعوض. المهم هن كويسين الحمد لله. إيه بتقدري تتواصلي معاهم هذا اهم شيء. المال ان شاء الله معوض. هو مؤلم يعني الواحد بيروح عليه تعبه قدام عيونه مؤلم جدا، ولكن ان شاء الله المال معوض، بس اهم شيء يكونوا هن بخير. هلا هن وين موجودين؟ باي منطقه بغزه؟ بغزه بس بالمنطقه الشمال، ما راحوا على الجنوب. طب كيف عم تقدري تتواصلي معهم يعني هن في المكان الصعب في مكان الحرب؟ تخيلي تكوني بتحكي معهم اذا لقط الخط، تسمع صوت الاحزمه الناريه، يا تسمع الله يا الله. يعني انا هو هذا السبب الوحيد انه انا طلعت. بالعكس انا كثير فخوره هذا الدعم كثير لهم يا حبيبتي، احتياجهم لي واني اكون معهم في هيك موقف. لا بالعكس انا يعني فخوره فيكي انك طلعتي. انا تحياتي اكيد لكل اهل غزه تحديدا وكل اهل فلسطين تحديدا. ما في يوم بننام والله العظيم، انا عن حالي بدي احكي وعن كثير ناس بعرفهم حوالي، اللي قلبه بوجعنا بننام دموعنا على يعني دموعنا هيك على وجهنا، مؤلم من ايش بنشوفه. هن انت بتشوفيهم باهلك بس كل اهل غزه اهلنا. طبعاً. انا عن جد اهلنا يعني انا اهلي الحمد لله هم بخير. انا توفت بنت، استشهدت بنت خالتي سوري ب 31/12. يا الله يا الله بالكم. عرفت انها استشهدت ب 1/1. الله يرحمها يا رب. راحت على مكان كثير احسن من هالدنيا. صح صح.
بعزي خالتي وببارك لها بشهادة بنتها. سجلت بالقصف طبعا، برميل نزل على البيت كامل، برميل الله. متفجرات، راحت هي وراح اولادها. يا الله يا الله. طيب، لانه اليوم حلقتنا لعاد خلينا نقول كلها مشاعر من عند اهلنا بغزه، اتمنى انكم اليوم تدعموها لمنار. انا بدي منار عن جد تدعموها قد ما بتقدروا، بدي كل يساعدها كل يساندها، ايش تقدروا تقووها، ايش تقدروا تحكوا لها. عم بعرف انك انت اليوم طلعت التلفزيون. اهلي حكيت معهم اول امبارح وقلتي لهم. طب انا يا رب يا رب انكم تحضروا هاي الحلقه. احنا يعني تحيه كثير كبيره من قلبي ومن قلوب كل العالم العربي واكيد من الاردن تحديدا لكل اهلنا بقطاع غزه واكيد لاهل منار تحديدا. منار بتجنن، ابنها هلا معنا كمان، رح نطلعه كمان شوي على الهواء، بتجنن. الله يخليكم لها والله يخلي لكم اياها، وان شاء الله يا رب انتم وياها وكل اهلنا بغزه الغمه هاي رح تنتهي. احنا بلشنا نسمع اشياء كثير منيحه هلا بالفترات الاخيره، انه صاروا يعترفوا انه ما رح يوصلوا للهدف اللي هن بدهم اياه، بلشوا ينسحبوا. صار عندنا تفاصيل، بلشنا شوي شوي. بس انت رح تحكي لنا، احنا صحيح ما بلشنا بالطبخه ولكن اياما احنا خلينا نقول المشاعر الانسانيه اللي احنا بنمرق فيها اهم من الاكل، اهم من البرنامج، اهم من كل شيء. ما انا فخوره انك موجوده معنا اليوم. انا الحق على مروه انها ما ذكرتني، حرام حكت لي امبارح بس اليوم ما ذكرتني، بقول ما لها منار هيك هادي وكذا هيك. لا لا بالعكس، لا انت اليوم عم تعطي قوه وطاقه ومحبه لكل بيحضروكي بغزه. احكي لك عن شيء، انا في شيء غريب ما بستمد قوتي غير من اطفال غزه. طبعا كلنا الله يحييهم الله يحييهم الله يحييهم. يعني بفتخر بكل طفل لما بيطلع بيحكي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يعني صحيح. لما طفل يحكي لك صحيح هاي الآية القرآنية معناته أنه أنت القوة والصبر اللي هن فيه ويقصفوا ويقتلوا فينا رح تحكي الأرض رح تتحرر. أول شيء هلأ عم تطلع صفحتها لمنار على الشاشة، بتمنى أنكم تدعموها قد ما بتقدروا. ونرجع نحكي أنه هذا الشال اللي بلشنا فيه الحديث هو من أختك، أختك اليوم تحضرنا صح؟ إن شاء الله يا رب. بس تفتح الأوضاع والأمور تصير منيح، أنا بدي شال نفس الشال. تكرم عيونك. نفس الشعر ان شاء الله. والهذا كمان هي عميته، هذا شغلها. الله شو جميل. طيب كمان هلا بناخذ صفحه اختك في غزه ان شاء الله وبنزلهم اياها على الشاشه كمان. انا بحب تدعموا اهلنا بغزه بكل مكان، يوم بدي اياكم تدعموا منار. نروح هلا لوصفاتنا عشان ناخذ شويه طاقه أكيد. وامل. رح تعملي لنا اليوم وصفه قرعه محشيه رز اودي، رح نعمل دجاج بالطريقه التركيه، رح نعمل تشيز كيك البسبوسه. رح تبلشي بايش؟ رح ابلش بالدجاج التركي لانه بدي شويه وقت بالفرن. طيب بس انا بدي احكي لكم، منار عندها مطبخ انتاجي عم بتكون يعني اسم الله اكلها كثير بجنن، عندها وصفات مبتكره منها، صفحتها صارت على الشاشه كمان، بتمنى انكم تدعموها وقد ما بتقدروا. دائما كل كلمه حلوه منها هي لها تاثير كثير كبير على اي انسان بسمعها، فخليني اسمع كلمات نحكيها اليوم لمنار كمان كونه عائلتها بغزه. اليوم بجوز هلا ما بيحضرونا بس انا كثير ناس اللي متابعين من غزه كثير والله الحمد، بجوز هن الثاني مدينه بفلسطين بيحضروني الحمد لله لما يكون في نت. فهلا بيجي عندهم النت اوقات اوقات. هلا بالجنوب في الجنوب في، او لما يطلعوا على برج الشفا فوق. ليش اشرح لك تفاصيل؟ هلا بدك تشرحي لنا كل التفاصيل. نروح لوصفتنا الاولى، نروح على الدجاج التركي لنحضرها احنا ومنار سوا. للدجاج التركي رح نحتاج دجاج مقطع من العز، للتتبيله بدنا دبس رمان، لبن، بهارات، وملح، وفلفل اسود من الكسير. طيب منار، قبل ما تبلشي بالوصفه هلا للناس اللي عم بيحضرونا بياكم تفوتوا على صفحاتنا على مان تي في اوفشل وعلى صفحه شيف امتياز جيتاوي، بدي كلام حلو لمنار لعائلتها اليوم اللي عم بيحضرونا من غزه، فارجوكم حاولوا تدعموها كثير لمنار، وكمان حابه تبعتوا لهم كلام كله طاقه وقوه لحتى يوصلهم او نقرا لهم اياهم. هلا رح تبلشي، انا شايف المقادير كثير بسيطه، قولي لي عايش بالدوري قولي لي. حطيت سنن توم. تمام. حنحط بندوره. بس منار انت مبينه كثير صغيره، قد ايش صار لك بتعملي طبخات وبتبيعي؟ لا الي 12 سنه. من اول ما اجيتي قد ايش صار لك في الاردن؟ لا انا الي بالاردن من 2019. اوكي. كنت قبل هيك بالسعوديه عم بعمل اوبن بوفيه كامل. ما شاء الله عنك. طيب احكي لنا، انا فكرة مو صغيرة. لا اسم الله قمر قمر، مبينه كثير صغيره حبيبتي. طيب وبس. اجيتي من السعوديه، كنت بالسعوديه تعملي وصفات؟ انا مواليد السعوديه. كمان مواليد السعوديه. تمام. طب كيف اهلك بغزه وانت كنتي بالسعوديه واجيتي هون؟ يلا احكي لنا القصه هيك، كيف صارت؟ كيف صارت؟
كنت بالسعودية وزوجتي هناك. كلياتكم كنتوا عايشين بالسعودية وعائلتك؟ أنا وعائلتي، عائلتي نزلت سنة 99 تقريبا على فلسطين واستقروا هناك. تمام. أنا أجيت على عمان 2019 واستقرت هون. تمام، أنت تزوجتي بالسعودية، مواليد السعودية وعشتي بالسعودية وضليتي وأجيت هون وانفصلت. طيب، لا هاي أنت أخبارك كلها أحداث. والله يا منار إنك قوية، هذا بيزيد إنه أنا بتعرف عم بتعرف عليها لمنار معاكم. طيب، فأنت مثال، خلينا نقول للشخصية القوية وللست القوية اللي تحدد ظروف كل الدنيا. اليوم مهند ابنك معانا صح؟ أكيد. الله يخلي لك اياه. مهند اعتقد 13 سنه انت؟ مهند حافظ 22 بالقران كمان. ما شاء الله يا حبيبي، الله يحميك الله يحميك الله يحميك. طيب، ايناس جاسر بتحكي لك هي جربت اكلاتك ولا يعلى عليها. حبيبتي انا النوز. طيب، اجيتي على الاردن من السعوديه، مرقتي بظروف ثانيه، اهلك نزلوا على غزه فضليتي وحيده. خلينا نقول من هون كيف بلشتي تفوتي بالوحيد؟ الحمد لله ربنا بوقف اولاد الحلال، ربنا ما بيعطي شيء لو بيعطي طاقه له. تمام، شغل أيوان. بس انت احكي لنا، احنا ما حكينا عن الوصفة عشان هلا بزعلوا مني، قولي لي شو عملنا. لا هلا حطينا هون البندوره، بصل، معجون طماطم، وحطيت سنتوم وفلفل اخضر. طيب، صلصه البندوره بدي ارجع اذكركم اكيد من زلوم يا جماعه، هاي بدك تحطيها فوق الدجاج بس ما حطيتي وبهار، لما نحطها هون بس تحطيها هون. طيب يلا نشغلها، بس تطحنيهم على السريع. هاتي اشغلها عنك عشان احنا عندنا مشكله. يلا احنا اوكي هيها. اي شيء بتوشوشيني اياه الكل بسمعه، فاحكي اي شيء عالمي. زيت زيتون صبايا على السريع، الله يخليكم. لونونا لمنار، هاي شويه ملح. طيب عيدي لنا بالضبط شو عملتي، لانه واضح قد ايه نفسك طيب على الاكل. حنحط هون ملح، هون بهارات مشكله. تمام، قولي قولي يا منار. وهون منار عم بقول لك مخرجنا، على فكره اول مره بحياته مخرجنا يضلوا ساكت. احكي لي ليه؟ ليه؟ مستمتع؟ علي بجوز انا وياه اكثر تنين لازم موضوع غزه يوميا يوميا نفوت فيه ونحكي ونحلل وقلبي سياسي. والله لو احكي لك شو بصير معي انا احداث ما. طب هلا بدك تحكي لنا. انا من قد ما انا كثير كثير على احداث الحرب اني متوتره. كثير بنام وتليفوني بايدي بكون على الاخبار. طبعا بديش اقول الرعب اللي انت عايشه فيه بالليل، بتنامي خايفه على اهلك، الصبح بتصحي خايفه على اهلك طبعاً، وعلى قرايبك. طبعا بيكون الانسان عايش برعب، ويعني تخيلوا احنا اللي برا قد ايه بنخاف، فبالك هن اللي لهم اهل جوا. فقولي لنا. في مره نايمه وحاطه التليفون بايدي وقاعده بسمع الاخبار، اجى قصف. اقوم بسرعه قلبي صغط الصلاه وحط اولاد الرسمي وانا نايمه. وانت هون بالبلد هون، يعني شوفي سبحان الله، لانه هن بيناموا باواعي الصلاه هناك لانه بيخافوا ينقصفوا وينكشف شيء من راسهم. يعني الله يعطيهم القوه يعني سيدات غزه، الله يعطيهم القوه. اول ما بلشت الحرب طبعا كانت لسه الدنيا صيف، يعني لازم يناموا بنطلون بوزبكم لحتى يكون مستورين. صح، يكونوا مستورين لا سمح الله لو صار اي طارئ. وبعدين الحلو فيهم يعني احلى شيء، اول ما بيصير القصف اي شاب اي رجل على طول غطى بجيبه، بيعرف انه في ستات في البيت، بجيب غطى وبيجي وبحطه. يا الله، حتى لو واحده مقصوفه. هلا رح نحكي عن القصه، لكن الناس اللي بتحط بتتابعك عشان الوصفه، احكي لنا هاي زيت زيتون. انا هذا زيت الزيتون، قولي لي قد ايه بدك كميه. خلص تمام، هذا زيت الزيتون اللي بجنن، انتم شايفينه الرش من الكسيح يا جماعه، متوفر بكل الاسواق الاردنيه. واحده من الافكار اللي كثير بحبها، بدل ما انت تقعدوا تدهنوا بالفرشاه بس ترشوا اي وصفه بدكم تحطوها بالفرن. طب بلنا هلا الجاج، احكي لنا. تبلتي الجاج بالصينيه. طب طبعا بس احكي لنا منار عشان الناس بيحضروا. بصل، طيب، فلفل، تمام، حطيت بهارات، بهار دجاج اللي هو بهارات السبعه وبهارات عثمانيه، شويه دبس رمان ومعجون طماطم. بتت حطيتيهم كلياتهم. ايش درسي منار؟ انا درست سنه ونص تربيه انجليش. تمام، رح تستغربي طبعا. حسيت، ما بعرفش ليه. رح تقولي سبع سنين اول ما اخذ ضيعه. طيب ان شاء الله يا رب، عند الله ما بضيع شيء ان شاء الله يا رب. اخذت دوره شيف، اخذت دوره كوافير.
كل شيء انت عامله والله. اوكي. وعم بشتغل حاليا ماركتينج وسيلز كمان yes. وبتطبخي وبتبيعي yes. طب امتى عندنا وقت لكل هذا؟ بقطع حالي. عن جد امتى يعني بتلحقي ومعني ما كمان مهند معاها ابنها بجنن بياخذ العقل؟ الله يخلي لك اياه ان شاء الله بتشوفيه سند و يا رب يا رب. انا بكون بحكي شيء مهم بيجيني المخرج بحكي لي كلمه بداني بطل اغششك بغششني ما بحكي لي شيء ما بحكي لا مو اريح لك والله اريح لك. طيب منار هلا رح ايش رح تعملي في الدجاج؟ رح احطه بالفرن بس عشان يستوي. بس هيك وصفه جاهزه كامله. طب منار اول وصفه بلشتي فيها ايش كانت وبعتيها؟ خلينا نقول لا مو بعتها احكي لك اول طبخه طبختها. سوري لا عاد خلي اول طبخه طبختيها لانه المخرج مصمم يطلعني. فاصل صغير راجعين. يعني شكلها يا منار بيجحي. هبدأ دوق. أخذت من جوا بس عشان ما أخرب القطعة. هلا بدي أحط الدجاج. أخذ شوية وقت في التتبيل. بدي أحطه بكياس حراري أسرع على أساس يكون كمي أسرع. كمي أنا بفوت المخرج على داني. كمي وبقول لك كلها عني. بقولي ما تاكليها ممنوع عاملة رجيم أنتي. قلت أنا عاملة رجيم عشان ما أكل قبليهم يعني. بس طالما هلا هلا رح يدوق. هلا بنحكي لهم عن فكرتها. بس هاي تشيز كيك البسبوسه. هلا انت قلتي لي احسن ما نحطه بالصينيه. اسرع 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 عشان نكسب وقت على اللايف. بنحطه باكياس حراريه. طيب والاكياس الحراريه اللي احنا مستخدمينها يا حبايب القلب هي من باقي. ارجع اذكركم انه باقي هي شايفينها هيو بتروحوا على اي سوبر ماركت اي هايبر ماركت بتلاقوهم موجودين. الحلو بالاكياس الحراريه انها صحيه تتحمل حراره يعني قوي. صح 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 علي. تتحمل حرارة وبتساعد على سوى الأكل بطريقة أسرع. صح صح صح. عينهم فيها عينهم فيها عينه. خلص والله لتذوق. خلينا نطلع فاصل صغير وراجعين. اهلا وسهلا فيكم. بعتذر جدا بس اللي بيصير بالضبط زي اللي بيصير كل مره. علي اذا حط عينه على شيء بيصير فيه شيء. فبس اكلت اللقمه فتشردقت فبعتذر مره ثانيه. ما بدي ادوق الرز ولا بدي ادوق ولا شيء لتخلص الحلقه. الناس اللي عم بيحضروا بدي اياكم تفوتوا على صفحاتنا عمان تي في اوفيشال كمان على صفحتي نشير الحلقه وندعم منار قد ما بنقدر لانه منار عندها مطبخ انتاجي بتساعد عيلتها. انت عندك انا لازم احكي الصراحه يعني في شيء بديش احكيه بس في شيء لازم احكيها. انت اسم الله اسم الله اسم الله على فكره هي كثير صغيره. بتقولي انا مو كبيره بس عرفت عمرها الصعقه. لا لا قلت لك مو صغيرة. لا مو كتير صغيرة. كتير صغيرة أقل من نص الثلاثينات. شو صغيرة وعندها بنوتة بتجنن بتحضرنا اليوم أكيد. عمرها 17 سنة. إيش اسم بنتك؟ رهف. رهف يي شو هالاسم الحلو. هي هيك مشاعرها حساسة زي اسمها. رهف كتير عندي حساسة. وعندك كيوت. مهند وعندك الولد الصغير اسمه أحمد. بيحضرونا أكيد هلأ. والله ماما كانت تحكي لي عنكم شعر هلأ تحت الهواء وبتحكي لي قديه بتحبكم. بس قديه انت حدا كثير قوي. الحمد لله. متحدي الصعاب. متحدي يكلف الله نفسا الا وسعها. معطيها قوه وطاقه تتحمل اللي مارقه فيه. اهل بغزه. انفصال عن زوج. جيتي على بلد ثانيه. عم بتديري بالك على ثلاث اولاد. عم تتحملي مصاريفهم. وعم تعملي شغل اكثر من شغل. وعم بدرس. ايش تدرسي؟ بدرس موارد بشريه وتسويق الكتروني عالمي. ما شاء الله عنك. شو برافو عليكي. ما شاء الله والله انك اقول لك صوره رائعه للمرأة المكافحه. هلا لازم نقلب اللحمه. انا هون غير الموضوع. طب لا لا رح نحكي والله رح نحكي بس عشان نلحق على مقادير الوصفه. انت بدك تعملي وصفه اللي هي القرعه المحشيه. تمام. طيب ناخذ مقاديرها على الشاشه لو سمحتوا. لا قرعة بالأوزي رح نحتاج لقرعة وعنا رز بسمتي أكيد من تاجر وعنا زيت شعبان وعنا ملح وعنا فلفل وعنا بهارات مشكلة ولحمة مفرومة وأكيد ملحاتنا وفلفلاتنا من الكسيح.
تمام. فاحنا هلا بدنا نعمل بالقرعه، القرعه برضه مقاديرها الحلو بوصفاتك انه مقاديرها كثير بسيطه. هلا انا فتت على صفحتك امبارح عم بتحطي وصفات خفيفه هيك، صور بسيطه لطيفه، اجيتي على الاردن بلشتي، كيف الناس بلشت تعرف عنك تشتري منك يعني اكلات وهيك تفاصيل؟ بتدل الناس وعن طريق كمان السوشيال ميديا، عن طريق الصفحه يعني الحمد لله. بتركزي اكثر فيسبوك ولا انستغرام؟ صراحه انستا. انستا انا انستا بتحسي بوصل لفئه معينه خلص بتستهدف الشغله؟ صراحه من خلال الحرب ومن قبل الحرب موقفه شويه تنزيل، كانوا اهلي هون فانشغلت فيهم. نزلوا قبل قد ايه من الاحداث؟ كانوا عندي هون، سافروا 23/8 طلعوا من هون، راحوا يعني هناك يعني قبل الاحداث بشهر وشوي. قعدوا عندي شهرين، اجا ماما وبابا واختي. يا الله، اللي هي اهدتك الشال اللي عملته هذا منهم. الله يخليكم لبعض. طيب اي مروه، انا بدي تحطي لي صفحتها لمنار، وبدي تحطي لي رقم تليفونها. احكي لي، بتعملي كبه، بتعملي لانجي، بتعملي اعياد ميلاد، كل شيء؟ هلا احنا عندنا على الشاشه عم بيطلع يا منار، هلا صفحتك منار دوت ابو جباره، وكمان رقم التليفون يا مروه لو سمحتي، عشان انا بحب الناس تسجل رقم التليفون قد ما تقدر تدعموها لمنار، تاخذوا من عندها وصفات. عندكم اعياد ميلاد، عندكم مناسبات، عندكم حفلات، ارجوكم ادعموها لمنار. طيب حطينا هون ملح. ايش بتعملي حفلات؟ قولي لي. كل شيء في عندي، اوبن بوفيه كامل. في عندي كمان الاكلات الشاميه زي الحراق باصبعه، اليالنجي، الاشياء هاي كلياتها. كنتي بالسعوديه كمان عندك مطبخ انتاجي من السعوديه؟ نعمل خرفان. كنتي تعملي خرفان؟ خرفان محشيه طبعا. وبتعملي لها محشي؟ هلا هذا بحط له شويه ملح وشويه تمام. فلفل اسود تمام. هاي رقمك صار كمان معنا على الشاشه 0790809948. كل الناس اللي عندهم مناسبات انا لك بطريقه اسهل 0790809948. اوكي هي احفظوا، هي نعمت لكم اياها. اي حدا حاب يطلب من عندها اي اكلات طيبه ارجوكم اطلبوا من عندها وادعموها لمنار قد ما بتقدروا. وان شاء الله هيك كل عيلتك اللي عم تحضرنا اليوم عم بيحاولوا يبعثوا لها، هلا بالفواصل ما بعثوا لها، ابعثي لنا اللينك كذا، بيحاولوا يبعثوا لها، عم بيقولوا لها النت ضعيف مش عم نقدر نشوف، ولكن ان شاء الله الحلقه بس تحضروها. يعني نحكي لكم قد ايه احنا فخورين بمنار وفخورين فيكم اكثر، لقد ايه تتحملوا هاي الظروف، اللي عم تعطونا القوه انتم، اللي عم يعطينا الصبر انتم، اللي علمنا معنى المحبة والرحمة والرأفة هو انتو الصراحة. اليوم والكرامة والعزة. اليوم غزة أعطت دروس لكل العالم، أعطت دروس بالإنسانية، أعطت دروس بالرحمة، أعطت دروس بالرأفة، أعطت دروس بالقوة والصبر والتحمل اللي إحنا كلياتنا ما بنقدر نحمله. فلو تسمعوا قصتها لمنار. بس أنا أقول لك شغلة، بقول لك هيثم إيش كان يقول لك؟ امتياز فرفوش، بقول له بضل فيها فرافيش. لا لا لا، اسمعي اسمعي. أنا دائما والله العظيم عمري ما عملت الأحزان إلها مكان، لأنه إحنا ديننا الإسلامي دين تفاؤل. بإذن الله النصر قريب، بإذن الله إن شاء الله. يا الله يرحم الشهداء والله يشافي جميع الجرحى. نيالهم نيالهم، يعني المسلم يؤجر على وخزة الإبرة، فما بالك الإصابة. طيب احكي لنا شو عملتي عشان نحكي عن عيلتك وعن الوضع في الشمال بشكل أكبر، بس قولي لنا شو عملتي هلا. قلبت اللحمة، هون ركبت القطر للتشيز كيك، كاسة مي مع كاسة خلص أموره، ولا بدك تخليه؟ ضغطت عليه شوي، ضغطت عليه النار شوي. طب عدي لنا هون اللي عملتي اللحمة يعني. هون قلبت اللحمة، حطيت لها شوية ملح وشوية فلفل أسود وبهار. تمام. بس قلبتي اللحمة ما معها بصل ولا إشي؟ لا لا لا، ولا ثوم ولا إشي، بس لحمة مع البهارات. وهون إيش عملتي بالقرعة؟ شوفي ما أحلى، حتى القرعة اللي جايبيتها كتكوت زغنوطة. حلوة. اي نوتشي خضرة عشان نطلع له اياها، جرات تطلع له من المدينة. كل يوم الصبح ننزل على المدينة نطلع نمشي. جاد لازم. انا بطلت، كنت دائما من 2002 بعدين صرت العب بالبيت من قلة الوقت، بس احلى شيء انك تروحي تلعبي رياضة بالمدينة الرياضية. على الممشى على الجبل والسباحة. بجنن. طيب هلا بدك تحطي فوقيها الرز انت والبازيلا والجزر صح؟ قبل ما تقلبي اللحمه وتستوي بدي تقولي لي الوضع بالشمال كيف؟ كيف عم بيكون؟ كيف عم من وين بيجيبوا اكل؟ من وين بيجيبوا؟ يعني احنا بنعرف انه محدود جدا بس الشمال اصعب. في رز تمام، في عدس. هذا موجود عندهم ببيوتهم من قبل ولا من المساعدات؟ لا هلا هاي البقوليات الموجوده، هلا من ضمن المساعدات اكيد. اوكي. فول، عدس، حياتهم عباره عن هيك يعني. الطحين بالنادر بالنادر انه يتلاقى. الملح اللي ضلوا بالشمال طبعا احنا ما بنعرف عنهم شيء، اللي ضلوا بالشمال احنا اكثر، حتى الاخبار اللي عم بتشوفوها متداوله وحتى الفيديوهات هي عم تيجي من الجنوب. بس كيف الوضع بالشمال هلا مع لانه الحرب؟ اهلي تهجروا 3 مرات. من وين لوين لوين؟ طلعوا من بيتهم، راحوا عند بيت عمته، طلعوا من بيت عمته في مخيم الشاطئ كمان.
انضرب، طلع عن بيت خاله في منطقة كمان انقصفت. هلأ في مدرسة، في مدرسة بالشمال. هل عندك علم قديش شخص بالشمال باقيين ما طلعوا من بيوتهم؟ في كتير. ما يقارب كتير، ما يقارب 800 ألف شخص بقيوا بالشمال، احنا ما بنعرف عنهم شيء مع الأسف. احنا كل اللي عم نشوفه كلياته عم بيكون بالجنوب. طيب بعدين يعني شو احكي لك تفاصيل الحياه جدا، شو احكي لك الحياه. احكي لي عن الخوف اللي بتعيشيه. 70 شخص ممكن يكونوا في صف واحد، غير الممرات، غير اللي على الدرج، غير يا الله. طب انا عندي سؤال، انا بعرف جوابه بس للناس اللي عم تحضرنا اللي ما بتعرف ليه الوضع. هلا بنشوف لما يصير تفجير لاحدى البيوت بنشوف العيله كلها بتكون العيله العمام والعمات والاخوان واولادهم متجمعين. ليه انا بقول ليه ما يتفرقوا؟ انا اهلي هلا حاليا متفرقين. ليه ما يتفرقوا؟ ليه كلياتهم عم بيموتوا بنفس البيت؟ ليه مو هين عليهم يتحسروا على بعض؟ يا الله. بقول لك يا منروح كلنا يا منضل كلنا. وانا اهلي هيك كانوا في البدايه، هلا حاليا راح جزء وجزء. بس علي بدك تروح تجيب ماما وتديها عند عمته، صح؟ علي مين بيكون اللي كان ببعث لك؟ اللي ببعث لها علي بنوجه لك تحيه. حاولنا ناخذ حتى رقمك عشان نتواصل معك بس برضه الاتصال عم بيكون كتير ضعيف. والله قلوبنا معهم واحنا مقصرين في حقهم، ولكن الله بيعلم شو بنقدر نعمل. الدعاء تبرع على فكره، في كثير طرق لازم انزلكم على الشاشه كمان اكثر من مره، انه بتقدروا تتبرعوا عن طريق اشخاص وصل لغزه، عن طريق منظمات، عن طريق جمعيات، كل شيء عم بوصل. وانا عن تجربه شخصيه كل شيء عم بوصل، فارجوكم اتبرعوا قد ما بتقدروا لاهلنا بغزه. طيب هلا نرجع يا منار شوي من اللحمه من هون. هذه عشان اخلها للوجه. منار تاثرت طبعا، تتاثر واحد اهله بقطاع غزه عم بيشوفوا كل يوم القتل والدمار والوجع، كل يوم عم بيقدر. بتقدر تنامي بالليل بين الدوام وبين الشغل وهيك؟ اسالي كيف الموظفات، كنت بس اروح اداوم. بحتو انا مو نايم، اعطوني مسكنات. عم بيحضرونا طب زميلاتك بالشغل اكيد اليوم. طبعا بجيهم تحيه. ايش بدك تقولي لهم؟ بحييهم. هم اللي اليوم دعموني صراحه. بعمل اكلات وبروح لهم على الشغل عشان مش بنعتبرها. لا 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 مو نشبه، لا والله ابدا. لا انه تشجيع للشغل على اساس يضلهم يعطوا. طبيعه الشغل بتعمليه هلا غير. طب بس امتى بتلحقي لما الناس تطلب وصفات اكل؟ مين بيساعدك؟ صراحه اولادي بيساعدوك. ما بتركوني حرام، دائما لهم معي، دائما. خصوصا بتخيل رهف، رهف الجلي. رهف تجليل. اوف يا رهف، الله يعينك. طيب بلدك راحت زهرة شبابي. هي حبيبتي هون رح انزل الرز على الخضار وعلى. بتعرفي انا دائما شو بقول للامهات اللي خليني اقول سنجل مام وهيك، بضل اقول لهم العوض ان شاء الله بالاولاد، والسند ان شاء الله بالاولاد. يعني هو العوض دائما من رب العالمين، بس هدول الاولاد يعني احلى شيء بالدنيا، بكره تشوفيهم بحلوا عليكي، بيساندوكي، بيدعموكي. اليوم ابنها مهند قد حبيبي، هلا بتشوفوا رح ندخله. عم بقولها ماما احكي، اي ماما عادي ما تسكتي، ماما حطي هاي، ماما زيني هاي. هو حبيبي قد عمره 13 سنه. فالاطفال نعمه من رب العالمين حلوه، ان شاء الله الله بيحمي. لا كلهم حتى الصغير والله كلهم الحمد لله الحمد هلأ لله. هلا حتى والدهم بغزه. حتى والدهم بغزه. عكلين ان شاء الله يا رب هيك امورك القادمه تكون كلياتها احسن. انت بدك مي؟ نعطيكي مي من هون اريح لك. اوكي. طيب هلا عشان احنا ما حكينا عن الطبخ ولا شيء، بعدين هلا احنا قلبنا كل السيدات اللي بيحضروني هلا واللي جاي على بالهم يشوفوا وصفتك لانها شكلها بزعك كثير، شو بيقولوا؟ امتياز بتحكي كثير، امتياز ما سكتت، امتياز ابصر ايش؟ هيني سكتت، رح اعطيكي 3 دقائق تشرح الوصفه. قلبت الاحمر، قلبت معها الخضار، وبعدين نزلت الرز، حطيت ماجي، ملح، فلفل اسود، وبهار الاوزي. رح اقلبه كله مع بعضه وانزل عليه المي، او اذا في مرق الدجاج. طيب انا بدي اسالك سؤال، لانه الدجاج قد ايه بتخليه بالفرن؟ يعني ان شاء الله 45 دقيقه. طيب بتحمريه ولا النار بس هلا بعد؟ لا بعد ما اخلص سوا بحطه بالصينيه بشويه. بتقيميه من الكيس الحراري؟ يس يس. طب هلا لو حطوه بدون الكيس الحراري قد ايه بياخذ وقت؟ ممكن برضه ساعة بده. طبعا اذا الدجاج مو كبير بتعرفي انت، كل ما كان الدجاج اكبر بيكون بده وقت اكثر. بس انا بحب فكره الاكياس الحراريه، بتحافظ على رطوبه الدجاج، وانتم بتعرفوا زي ما بضلوا جوسي هيك وطري وبجنن اكثر من الدجاج اللي بتحطوا له ورق فويل. بس كلياته اكيد بالنهايه ايش الموجود بالبيت بنعمله، ولكن باقي زي ما بتعرفوا هي كل المنتجات اللي بدكم اياها بالبيت لحتى تسهل حياتكم
سواء مثلا ورق الفويل، ورق النايلون، الورق الزبده، عندنا اليوم الاكياس الحريريه اللي استخدمناها حتى عندهم اذا بتشوفوا طبرويرات، كل هاي التفاصيل الحلوه فيها موجوده بدكاني بسوبر ماركت بهايبر ماركت، فانا كثير فخوره فيهم، فخوره انه انتم تستخدموهم وتشتروا منهم. بس حطيتي رح تستوي الرز سوا كامل ثلاث ارباع سوا. طيب بدي اسالك عن القرعه، القرعه لا بتسلقيها ولا بتحطيها بالفرن قبل ولا شيء، في لها ترك؟ قولي لنا. ايوه اعطينا احكي لنا الاسرار. احكي هاتي الاسرار. هلا لازم قبل بيوم ارشها شويه ملح واخليها يعني بزاويه على جنب عشان تتصفى منها المي، القرع كثير فيه المي. صح، يعني انا بعمل فيها كمان كبه القرع. صح. عملناها هون ببهار ونار. بتعرفي انه القرع بيدخل بكثير وصفات وافكار، انا مثلا مروه ذكرينا الاسبوع الجاي نعمل الزلابيا ونعمل منها حلاوه القرع لانه متعارف عليها جدا وهلا موسمها، وفي كيكه كمان، كيكه القرع، كيكه القرع وخبز القرع، كثير وصفات من القرع. والقرع مظلوم شوي عندنا بتحسي صح؟ يعني مش كثير الناس بتعرف له افكار وتفاصيل. طيب هلا بس يستوي بتحطيها جوا القرعه، وبعد هيك ثلاث ارباع سوا الرز بنحطها في القرعه بلفها بقصدير وبالفرن. طيب الحمد لله. هلا ولا كلمه اخذت منها صافي بالاخر. ليه؟ قلت لها احكي لي عن مخك الانتاجي وايش بتبيع وايش بتعمل. كل شيء حكيت صافي. عيدي عيدي عشان بيحبوا يسمعوا. هلا بالنسبه للكيكات، كل انواع الكيكات، كل اشكال الكيكات بتنعمل عندي. الحلويات البارده، الحلويات السخنه كمان تعمليها. انت بالاساس اخذتي دوره شيف وبتكملي بشيف، وانت اصلا صار لك 12 سنه بالمطبخ الانتاجي. حلو. كمان قلتي لي خرفان، يا لنجي، حره اصبعه، كله بتعملي بالمطبخ الانتاجي. بالعاده بلاقوا عندك اشياء جاهزه ولا بوصوكي قبل بيوم؟ لا لازم شيء قبل بيوم. هلا برمضان المفرزنات اوكي. حلو. ايش بتفرزي لرمضان؟ شايفه كيف شبرك؟ أيوة. كبه مقليه، كبه مشويه. سمبوسك اكثر شيء، كل اشكالها. اكثر شيء ماشي عندك بالمطبخ الانتاجي بتحسي الناس اللي بتاخده مره بضلها ترجع له ترجع له، ايش هو؟ الكباب، الشيش براك، الرولات المسخن. رولات المسخن. الاولاد ايش بحبوا منك اكثر شيء؟ كل شيء مبين اسم الله بس. هلا مهند بدي ادخله هلا باخر الحلقه تشوفه. الله يخلي لك اياه. طيب احنا رح نطلع فاصل صغير يا علي ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. عندي طلعوا عم تحكي لي انه بقول لها شو طالعه حلوه القرعه على الهواء، بتقول لي في صوره على الانستغرام عملتها زي الآلن. طيب انا بس بدي اقول لكم شغله، هي استخدمت فيها اروز تايجر البسمتي، واروز تايجر البسمتي اكيد بتعرفوا انا بستخدم دائما وابدا تايجر اروز اللي انتم عم بتشوفوه كمان على الشاشه لما تطلع صورتي، فتذكروني انا دائما مبتسمه، واروز تايجر ربطينه بالبسمه الحلوه لما تزبط معك وصفاتك، فموجود بكل الاسواق الاردنيه على ضمانتي، استخدميه. كل المطلوب منك انكم تنقعوه ربع ساعه تغسلوه اربع خمس مرات، بعدين هيك الحبه بتطلع مفلفله مليانه نكهات زاكيه. تمام. هلا انت بس بدك تحشي الرز اللي ستويتيه ثلاث ارباع سوا جوا القرعه. yes. بعدين بتغلفيها بورق الفويل كثير منيح. yes. وبعدين شو بتساوي؟ بالفرن. بالفرن. تمام. قلتي لي جبتي لنا الخبزات هدول من ليدز عشان تقدمي عن الدجاج سوا، هو لسه بقول يا ربي، قالت لي جيبي لي خبز عشان اقدم. قلت لها ما هو بده تحمير شوي. طيب قبل ما نشوف الدجاجات ونشوف الرزات ارجع اذكركم كمان ليدز يا جماعه، الناس اللي عم بيعيشوا نظام صحي حابين تكون حياتهم بسيطه وخفيفه ولطيفه زي حالاتي، طبعا انا انسوا الجانب العكس تماما، بس ليدز خبز صحي موجود بكل الاسواق الاردنيه، موجود بالشوفان، بالكتان، خبز الاسمر، هيو شايفينه بالشيا، بالطحين الاسمر حكيت لكم، بالشعير. الحلو بليدز يا جماعه انه ما فيه خميره، او هو خلينا نقول هيو خميره طبيعيه، وما فيه سكر، بدون هيو شايفينهم بدون سكر، بدون مكونات، بدون اي اضافات، فعشان هيك خذوه خفيف لطيف كثير على المعده. تمام. وخذوا النكهه اللي انتم بتحبوها اكثر. انت ايش اترك لك؟ كتان؟ لا، خبز عادي، خبز اسمر صحي، خبز بالشوفه. اسمع خلينا نجرب الخبز الاسمر، انا بحب الخبز الاسمر. يلا عشان تدوقي. طيب هلا الرز استوى ثلاث ارباع سوا، رح احشي هلا بالقرعه. تمام.
طيب مروه بدي منك خدمه ترجعي تنزلي لنا رقمها لمنار على الشاشه، لانه انا حابه ادعمها قد ما بنقدر. بتعرفوا انه منار اهلها كلهم بقطاع غزه، هي الوحيده وهي واولادها الموجودين هون اليوم، هي عم بتاخذ مسؤوليه البيت وتفاصيلهم. بحب انكم تبعتوا لها على رقمها تحكوها تتواصلوا معها، جربوا اكلاتها اذا عندكم اي مناسبه. يوم الخميس بالذات احنا ما بنطبخ، انا عن حالي يعني عن كثير سيدات ما بنحب نطبخ. جربوا تاخذوا اليوم من عند منار، رقمها 0790809948. سجلوا عندكم، وكمان صفحتها على انستغرام هي منار دوت ابو جباره، كمان سجلوها عندكم وحاولوا تدعموها قد ما بتقدروا لكل الاكلات والوصفات. انا بحب السيده لما تكون قد حالها وما تحتاج حدا، الحمد لله. هي عم بتكون لحالها الام والاب والعم والخال والسند والجد وكل شيء للاولاد، وان شاء الله يا رب يا رب زي ما قلت لك العوض منهم وعوضنا اكيد من رب العالمين. يعني عندي مثلا مهند الحمد لله الله يهدي لي اياه يا ربي، كمان وكمان كمان يا رب يا رب. ايوه ماله مهند، هات احكي. مهند قاعد بسمع وابتسم وجهه صار احمر، صحه بس يشوفني هيك زعلان شوي، نشرقت هالمره. لا طب اشربي مي عشان ما يصير فيكي زيي، هاتي عنك نسكرها ونجيب لها ورق الفويل. هلا نتذكر اي شكل محطوطه. ايه لا مو هيك، ايه زبطت، لقيت لها المكان. صح صح، خدي وقتك خدي وقتك. وانا بحكي لهم ترجعوا تشوفونا على صفحاتنا على الفيسبوك اكيد، وعلى صفحتي صفحه شيف امتياز الجيتاوي، بدي اياكم تعملوا لها شير للحلقه قد ما بتقدروا. اليوم وصفاتنا كانت اللي هي القرعه المحشيه، الرز او خلينا نقول الاوزي، وعندنا تشيز كيك البسبوسه. بقولها لما انا اول مره اشوفها هاي التشيز كيك قالت لي هاي من ابتكارك، صح؟ طيب احنا نطلع فاصل لانه هلا هي صار فيها زي ما صار فيه قبل شوي، شكله علي كمان عينه على القرعه. نطلع فاصل. مروه بتقول لي امتياز تنسيش بيت الاحلام، كيف بدي انسى دريم هوم؟ طبعا دريم هوم انا وياهم صرنا سنتين مع بعض، على اذا انتم بتعرفوا اذا بتحضروني على صفحاتهم وصفحاتي، هن كيف بدي اقول لكم عيلتي اللي انا كبرت معاها، كمان شافوني وانا بكبر شفتهم وهن بيكبروا، سعيده وفخوره اني انا كمان اكيد من دريم هوم. دريم هوم له 3 فروع، لما وصفوه ببيت الاحلام هو فعليا بيت الاحلام، بيت الاحلام كل شيء بتتمنيه انت وعائلتك موجود هناك بالاسعار اللي بتناسبك، وبكثير كولكشن كثير كبيره من كل الادوات المنزليه وكل التحف وكل الهدايا اللي انت بدك اياها. في موقف لمروه بتذكره قبل ما يفوت معي دريم هوم على الهوا هون، مروه راحت كان بدها هديه، رايحه تزور ناس فبتقول لي امتياز بدي هديه كذا كذا، فقلت لها روحي على دريم هوم خلص انتهى الحديث. بعد اسبوع بتقول لي رحت ب 20 دينار امتياز اخذتها لقد هدايا. فهذا الحلو بدريم هوم، التعامل تبعهم ما بشبه تعامل اي حدا تاني، فروحوا على دريم هوم وانا دائما بشوفكم هناك. ان شاء الله اليوم رايحه انا اي اشياء بتجنن للبرنامج رح تشوفوها معي ابتداء من يوم السبت هون بافكار وتفاصيل كثير حلوه. دريم هوم عن جد بسهل عليكم الحياه، عن جد بيت احلامك رح تلاقيه كل تفاصيله في دريم هوم. بدنا نعمل التشيز كيك؟ يس. هلا هون طبقه البسكوت مع الزبده. طب نروح على المقادير. تقريبا كل باكيتين بسكوت بدها اصبع زبده 50 جرام. بتحبي نحكي لهم المقادير على الشاشه؟ اكيد. يلا ناخذهم على الشاشه. لا تشيز كيك البسبوسي وهي ابتكار من منان، عندنا بسكوت من زلوم، بسكوت الشاي، عندنا زبده وقشطه وحليب انجوي، السكر، شعبان، لبن، جبنه وسميد. لا زيت شعبان، بيضه فانيلا وبيكنج باودر. شوفي وانا على الشاشه بس هيك عم ناخذ لقطه جميله للتشيز كيك اللي انتم عم بتشوفوها لمنار، موجوده بالدبل مطبخها الانتاجي لكثير وصفات من التشيز كيك والكيكات البارده والكيكات الساخنه. هاي الوصفه جزء منها من ابتكارك. انت هون بدك تعملي الحشوه صح؟ هاي بدي اورجيهم اياها انا. اسمعوا طلعوا طلعوا ما شاء الله. اول شيء هون عندنا طبقه البسكوت صح يا منار؟ طبقه البسكوت لا. مع الزبده. اوكي وعندنا حشوه طبقه التشيز اللي هي بتيجي لبن اللي هو بنسميه حلو اللبن الزبادي. الزبادي لبن الزبادي العلبة اللي لونها أصفر يا جماعة. أيوة. تمام. مع كاسة سكر، كاسة حليب باودر. هلا بدي أسألك سؤال غريب، كيف قدرتي يكون في طبقة بسبوسة على الجوانب؟
هذا يعني انا هون بعدين تحت الهواء. هذا السر ما رح تحكي لنا اياه يعني، اطلبوها من عندها وجربوها. طلع 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 عم تتسقسق قطر. طيب كيف البسكوت تعبى قطر؟ بكرمله كمان لا انا بدي اياكم تدعموها لمنال، انا بحب ادعم كل السيدات المكافحات والصبورات واللي عندهم مسؤوليه عن عيله. ادعموها، خذوا من مطبخها الانتاجي، جربوا وصفاتها، جربوا افكارها. اليوم عم بيقولوا لي دوقي القرحه، انا ضايقه كل شيء قبل ما افوت على الهواء على فكره يا جماعه، دائما بحب ادوق، دائما بحب اشوف صفحات الضيوف اللي بيكونوا معي واشوف افكارهم اللي بيبدعوا لنا فيها. تمام، هلا مره ثانيه قبل ما هون حطيتي قاعده البسكوت مع الزبده. تمام، هون اللبن مع الحليب البودر مع السكر. الافضل انك يستخدموا قالب التشيز كيك. هون حطيتي الزبادي مع سكر وحليب بودر. حليب بودره انجوي موجود بكل الاسواق الاردنيه، حليب محلي منتج محلي اردني مدعم بفيتامين د، متوفر بثلاث احجام بكل الاسواق الاردنيه. رح نخفقهم مع بعض. عليك شو عملت؟ بقول لي علي انا مو شايفه من هناك من هاي الجهه ايش هيك، فبعمل زي هيك. بس خلينا نحركه عشان تخفق كل شيء. هاي جزء من الطبقه. طبعا عدد التعليقات اللي عم تيجي على اكلك، الناس اللي مجربين اكلاتك قبل كثير كبيره، عم بيقولوا لي لازم تجربي من عند التشيز كيك كثير زاكي. الناس جاسره عم بتقول يسلم ايديها عن جد، اكلاتها كثير فاخره. اشرف انا دقت القرعه قبل ما نفوت على الهواء، واصلا انه احنا عم نعمل فيها قد ايه كانت دايبه وبتجنن. هاي الوصفه كثير زاكيه على فكره. ليان عم تحضرك من القدس، مهدي ابو طير بنوجه لك تحيه اكيد اليك ولكل اهلنا من القدس اللي بيحضرونا كمان من فلسطين. خليني اشغلك يا عيال. هلا اخر شيء بحطها هون. تمام، بحطها بالفرن بس انه تمسك شوية القاعدة مع البسكو مع خليط التشيز. منار عيدي. هلا حطينا خليط التشيز اللي هو الجبنة اللي عملناه، بنحطها شوي من تحت، بنحمر الوجه شوي لحتى يمسك وما يخبص مع طريقة البسبوسة. انت بتعرفي علي ايش بقول؟ احكي لها يا علي. بقول بتسألها كل الأسئلة امتى بدها تسرق الوصفة. عاجبك هيك يا منار؟ عاجبك أنا ايش؟ هلا هون بدها أجهز خليط البسبوسة. بيضة. هلا هيك طبقة التشيز مع طبقة البسكوت حطيناهم بالفرن 10 دقائق فوق بعض. يعني عشان هلا على كل حال عشان تعرفوا دائما التشيز كيك المخبوز بالزبادي لازم يفوت فرن. هو بفوت فرن مجرد ما تشوفوا 10 دقائق بتحطوا اصبعكم عليه زي هيك بتلاقوه جمد زي الجلو. تتركوها وبعدين بتكملوا الوصفة عادي صح؟ والفانيليا. ايش حطيتي هون؟ تمام، بيضة واحدة لأنه الخليط أنا بدي إياه ما يكون خميل. حلو. والفانيليا. تمام. طبعا سكر. حلو. وانت عم تحكي لهم بدي احكي لهم انه هي استخدمت بتعرفوا قائمه البسكوتات تبعتي من زلوم يا جماعه. اليوم مستخدمين بسكوت بيتي بير، بسكوت بيتي بير احدى منتجات طبعا زلوم، هي منتجات اردنيه محليه 100%، المصنع اردني، الايادي العامله فيه اردنيه، جودتهم تفوق جوده اي بسكوت ممكن تجربوه من اي ماركه ثانيه. انتوا بتعرفوا انه احنا هلا احنا مقاطعين بحمله مقاطعه عالميه لكل شيء، بنعرف انه بدعم الاحتلال، احنا ما بنقاطع، احنا بنستغني. اليوم المنتجات المحليه لازم نجربها، لازم ندوقها، لازم برضه ندعمها، لانه عن جد لما تجربوها رح تشوفوا قد ايه احنا ظالمين منتجاتنا المحليه اللي تستحق توصل للعالميه. فاليوم احنا مستخدمين بيتي بير، بيتي بير بتستخدموه للتشيز كيك، تستخدموه مثلا للكيكات البارده، بتستخدموه مثلا احنا كنا ناكل هيك بالشتاء كثير وانا صغيره دائما ناكل بسكوت وشاي، فاحلى شيء على فطور الصبح. وارجع اذكركم اكيد انه عندنا هذا بسكوت الدايجستيف طبعا المغطس بالشوكولاته، عندنا هاي كيك باي، عندنا هاي اذكى شيء كثير التوينز، توينز كثير منه نكهات. صح؟ اذكى شيء بالعالم، انا بحب كثير توينز. طلع طلع، هاي محشيه شوكولاته مثلا، انا في منها محشيه كراميل، في محشيه فراوله، هيها. طلعوا الحشوه.
من البسكوتات اللي بتجنن. بصير يا علي انادي مهند، تعا مهند حبيبي تعا تعا، ماما خلصت الوصفه واحنا ما سولفنا شيء، كيف عملت الوصفه قبل ما يفوت مهند؟ تعا مهند. عندي بيضه واحده، كاسه سكر، كاسه زيت، تمام، علبه قشطه، و كاسه تقريبا كاسه ونص سميد، احنا بنشوف كيف سمكتها. تمام، وهيك بتحطيها لما تطلعيها للتشيز كيك من الفرن وبترجع تدخليها على الفرن كم مره؟ اخر شيء بسقيها بالقطر. بتخبزيها على الفرن بالفرن صح؟ أكيد. الحراره من فوق. هلا اول شيء من تحت بس تستوي البسبوسه بحمر وجهها شوي وبتسقيها بالقطر. بسقيها بالقطر. انا بحكي سيبكم من هالقصه وادعموها لمنال. كيف حالك مهند؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. انت عمرك من عمر ابني رامي تمام؟ بس واضح قد ايه اكلات ماما زاكيه. قد ايه زاكيه؟ كثير. قد ايه بتحب ماما اول شيء وفخور فيها؟ كثير. قد ايه كثير؟ يعني احكي لي عن ماما شوي هيك لو انا احكي لك عن مهند شوي. احكي لنا عن مهند شوي. مهند دائما 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 في كل وقت بلاقيني فيه هيك زعلانه متضايقه مزعوجه. يس. بروح بجيب لي بكي ورد بقول لي ماما بي سترونج. يا حياتي حبيبي بجيب لحالك؟ اه في محل ورد على الشارع قريب منكم صح؟ عرفته. هيك خلصت يعني هيك بتكون سمكتها. تمام. بضيفها هلا بعد ما تطلع من خليط التشيز تكون مسكت شوي بضيف عليها خليط. وبترجعي ترجعيها الفرن قد ايه بتاخذ وقت مره ثانيه؟ تقريبا بتاخذ نص ساعه. نص ساعه. طيب احنا بدنا نغش شوي مع مهند ونحكي عنه. مهند ابنها انت مش الصغير انت الوسطاني يعني المفروض الوسطاني الحنون يعني انت الحنون. احكي لي عن ماما شوي. هات قول لي قد ايه ماما تعبت بهالحياه وقد ايه انه انت بتساندها. اسمعوا حبيبي وقعد يقول لمامته بالفواصل ماما احكي هيك ماما حطي هاي ماما اعملي هاي. ايش بدك تحكي عنها للناس اللي بيحضروها اليوم اللي ما بيعرفوا ماما ورا الكواليس؟ هلا هي يعني حدا كثير حنون بتعيط على اي شيء فلازم اكون جنبها انه يعني نوقف جنبها انه عشان ما تعيط ما تزعل فندعمها ونكون ما احلاك حبيبي. حساسه ماما؟ حساسه ولا الظروف صعبه؟ لا انت اعطيني اخذ عنك اعطيني لانه اخر شيء علي قال لي خلص جيبي عنها هات عنك هاتي. لا انا بدي اطول اللي تحت اللي تحت آه الخبز هلا اوكي خليني حلق بس ايدك تمام حطينا لك اياها عشان نعطيها دقيقه تمام. طيب نرجع مع مهند. فماما قلت بقول لي ماما بتعيط من اي شيء. طب ماما احنا صرنا ساعه بنحكي انه انت قويه وشجاعه واكيد طبعا فيكي. اكيد بيجي للانسان لحظه ضعف يعني بين كل فتره وفتره شوي. طب لو بدك توصف ماما لو بدك توصف ماما منار خلص معجوقه اكثر مني منار. لا انت لانه قلتي لي 10 دقائق باقي احنا معنا وقت ارتاحي معنا 5 دقائق هدول نسالك معاكي ومع مهند فيهم. إيه لو بدك توصف ماما ايش بتحكي عنها؟ ايش تقولها؟ وردة؟ مش عارف بدك توصفها وردة؟ طب احكي لي ايش 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 بالنسبة لك مامتك؟ كل شيء كل شيء. ايش أكثر شيء يعني إذا مرقت فيه بتحس حالك بتروح عندها لحضنها بتقولها صار معي 1 2 3 أو كذا قد إيه قريب لإلها؟ يمكن إذا مثلا مشكلة بالمدرسة أو شيء ايش بتعمل هي؟ لا عادي ولا شيء ما بتروح تاكلهم بتخيلها بتاكلهم للاولاد لا. منار لا 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 لا, لا والله انا كثير مسالمه مش لدرجه انه وكان بده شوي خلي معه اذا بدك معنا 5 دقائق فمعنا وقت فبراحتك يعني لانه كل الوصفات خلصناهم فبراحتك تمام. طيب طب احكي لي اكثر صفه بتحبها بمامتك ايش هي؟ هاي الابتسامه وراها ايش ايش اكثر شيء بتحبه بمامتك؟ حنونه حنونه. طيب ايش كمان؟ هلا لابد من شوية تعصيب كلنا بنعصب اكيد انت مش الام الوحيده احنا 99.9999 قوليها 100 يعني كلها بنعصب على اولادنا. طيب حنونه ايش بتحب تغير في حالها؟ مين ماما؟ مش عارف ولا شيء. هو بيراجع الكلام شطور يعني بيراجع كل كلمة عشان هو خايف لما يروح. لا 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 حبيبي الله يحميه. ايش بعنوا لك اولادك منار؟ يعني مثلا انا هلا قرب انه عيد ميلادي صح انت عيد ميلادك امتى؟ 15/1 15/1 احنا لازم نقول لك كل سنة وانت سالمة وانت سالمة كمان ان شاء الله ان شاء الله يا رب كامل بمحبة. اقول لها كل مواليد شهر 1 كتاكيت
والدك كمان شهر 1/8/1 بيني وبينه يوم، فكمان بنقول له عمو كمان كل سنه وانت سالم، ان شاء الله يا ربي تحتفل بعيد ميلادك وغزه محرره باذن الله وخالصه منها هاي الحرب وخالصه منها هاي الغمه. وانت كل عام وانت بالف خير يا ربي، ان شاء الله يا ربي انت ووالدك دائما تكون بسعاده وبامان وبسلام. انا بكون مبسوطه اذا كانوا اللي حوالي مبسوطين دائما، بضل اقول سعادتي مربوطه بسعاده اللي حوالي من احبابي، فاذا انت مبسوطه واللي حوالي مبسوطين فانا اكيد مبسوطه. بس اليوم اذا بدك تحيدي على والدك على الشاشه ايش بدك تقولي له؟ مهرة كل عام وانت بألف خير يا حبيبي، إن شاء الله يا ربي بشوفكم وانتم بألف صحة وبألف سلام وبألف أمان. بحيي كل الناس اللي بتقف معي، كل الناس اللي عم تسأل عن أهلي في الوضع الحالي. بينت معادن الناس بهاي الحرب، اكتشفت مين اللي معي ومين اللي علي، أعطتني الدروس لما قلت آمين هالحرب هاي. بشكر الحرب، بينت المنيح، بينت القبيح، بينت أصحاب الضمائر وين هم. إحنا بنحكي الحرب هاي إن ما غيرت فينا شيء بنكون إحنا without ضمير. صح 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 صح. لولا الحرب ما رجعتنا شوية لديننا، على إنسانيتنا، رحمتنا، رأفتنا. يا جماعة بقول إحنا مع الوقت نسيناهم وحطيناهم على جنب. طب مهند إيش بدك تحكي لأخوانك اللي أنت وماما أنت وياهم لحالكم جوا الأردن والعيلة كاملة موجودة بغزة، إيش بتقول لمامتك؟ إيش بتقول لأخوانك اللي أنتوا مع بعض عم تكونوا سند لبعض، عم تكونوا دعم لبعض، عم بتكونوا قوة مع بعض، إيش بتقول لهم؟ بحبكم وشكرا لكم. بس أصحابك بحضرونا أو رح تقول لهم إنك طلعت على التلفزيون؟ اكيد اكيد. طب ايش بدك تحكي لكل اصحابك؟ ليش بتغلبونا مهند؟ هو بيغلبوني شوي. لا حرام، هو معهم كثير حنون. هو واضح احنا لانه خلصنا بدنا نطلع نختم باخر شيء. يا علي بس اسمح لنا نحط اخر شيء. انت حطيتي من نفس خلطه الدجاج على الخبز، على الخبز وراح تحطي عليها الدجاج. اكثر اكله بتحبها من تحت ايدين ماما ايش؟ مندي. مندي؟ اوه ليه ما عملتي لنا مندي اليوم؟ انا كمان بحب مندي. ما بدك كان اوزي يعني اوزي زاكيه بس انا كمان مندي. الدجاج طالع معاكي بجنن على الشاشه، انتوا خلوه بالبيت ياخذ وقته وياخذ راحته. قبل ما نختم احنا بنعرف انه عيد ميلاد زميلنا مصطفى، يعني مصطفى انا دائما بسميه ملك السوشيال ميديا، بحب شغله من جوات قلبه. مصطفى اخوي الصغير، يعني حتى عائلتي كلها بتعرف مصطفى، اولادي بيعرفوا مصطفى. على قد ما مصطفى خليني اقول كبر قدام عيوني زي ما كبر اخوي الصغير قدام عيوني، فخوره فيك قد الدنيا، فخوره بايش ايش انت وصلت له، وبتمنى لك السنه الجايه تكون كلها خير ومحبه وسعاده مثل قلبك الطيب. واحنا فخورين فيك وفخورين كمان انه انت جزء من عمان تي في عفوا. فكل سنه وانت سالم وروق شوي، هاي نصيحه للسنه الجديده. الحياه بدها رواق صح؟ كثير طولة بال وهداوة كل شيء. نفس عميق. عايد على ماما على الهواء. كل عام وانت بخير حبيبي. انا عاد عليك الصحة والعافية. انا منار فخوره فيكي كثير. شكرا كثير مهند حبيبي، فخورين فيكي كثير. سعيده انه انت قادره رغم الظروف اللي انت عم تمرقي فيها قادره لساتك تطبخي وتعمل مره. طلعين رقمها على الشاشه اخر شيء، الله يخليكي. وفخورين مره ثانيه فيكي وفي كل عائلتك، وبندعي لكم ان شاء الله يا رب تضلكم مجموعين بالسلامه والخير يا رب. نصل والحرب على غزه احنا تحطي عليهم، احنا الحرب على غزه ان شاء الله لميتنا كلنا، فان شاء الله تنتهي قريبا باسرع وقت ونرجع نشوف الفرحه والسعاده. فهو الشعب يستحق السعاده، يستحق والله يستحق الخير اللي لانك انت قلتيها. هني اعطونا دروس كثير كثير احنا انه نتعلمها منهم يا جماعه. والروح ما بتغلى على القدس مليون بالميه. ومهند ان شاء الله تضلك لماما سند وتضلك تساعدها وتضلك هيك حنون عليها وتحتويها وقت هي بتحتاجك. وانا مبسوطين فيك كثير، ان شاء الله تضلك ضيفه معنا دائما ان شاء الله. وان شاء الله هيك الكل اليوم يدعموكي ويضلهم ياخذوا من وصفاتك وهيك ومن افكارك ويجربوها من عندك. شكرا كثير لكل حدا حضرنا اليوم، بنشوفكم بحلقه مميزه يوم السبت، وان شاء الله نهايه اسبوع سعيده عليكم جميعا. باي باي.